Welcome our dear students of grade 3 with lesson number 55. Today in lesson number 55 we will talk about addition strategies. ومعانا ومعاكم وسيم. مالك يا وسيم؟ ده النهارده هنشتغل addition، يعني حاجة سهلة جدا. هنشتغل ايه؟ بس شايف كده ايه؟ شايف كوباية شايف عايزة انام بقى طيب تصبح على خير يا صحاب. طب انت تعرف ان انت لما بتشتغل في الماثماتكس ان انت بتصحصح وتفوق وتبقى نشيط جدا. انا النهارده عايز انام. لا خليك معانا يا وسيم وهنشوف السيشن بتاعتنا النهارده. لو انا كملت السيشن بتاعت النهارده هتسيبني انام واكل سندوتش لو كملتها، تمام؟ يلا بينا. هنا بيقول لي add 314 بلس 177. تفتكر ممكن نعمل لها بلس بكام طريقة؟ 7 جبتهم منين ال7 دول؟ مكتوب في 7 كتير فأنا قلت لما أقول 7 أي فتي كده صح؟ لا يا مستر بس ينفع. طيب تعالى بقى ممكن أعمل 3 بلس 40 40,000 177. ممكن اعمل ثانية واحدة. طيب تعالى اقول عندي ممكن اعمل طيب تعالى اقول لك يا وسيم. هنا تعالى نبص على تعالى نبص على النمبرز هنا. هاو ميني وانز؟ بص كده 1 2 300 عندي 300 صح؟ تمام. وعندي كام تنز؟ 1 تنز. وعندي كام وانز؟ 1 وانز. تمام. طب تعالى 170 عندي كام 100؟ 1. طب وعندي كام تنز؟ 7. تمام. وعندي كام وانز؟ 7. تعالى بقى نعمل كومبين للوانز لوحدهم، والكومبين للتنز لوحدهم، وكومبين للهندردز لوحدهم. 7 ones plus 4 ones equals 11. بس خلي بالك 11 ones ينفع عندي حاجة اسمها 11 ones. نحط 1 ونحط التانية مع 7 بالظبط. وهنا نطلع بكمان ب 1 ب 110. طيب عندي 110 وكمان 110 و7 يبقى كام؟ 9 9 tens. طيب وعندي هنا 300 plus 100 يبقى يبقى 490. انت كنت عارف الطريقة دي؟ لا كنت عارف. طيب تعال نقول طريقة تانية. في كمان another way. قال لي second strategy decomposing numbers. عارفها دي. يعني ايه decomposing؟ بالظبط يا وسيم. well done. هنا 314 لما هعمل لها decomposing هتبقى 300 plus 10 plus 4. طيب 177 لما نعمل لها decomposing هتبقى 100 plus 7. تعالى بقى نعمل كومبين للوانز. 7 plus 4 11 و 10 plus 70 80 و 300 بلس 100 تبقى 400. هو وسيم بلس مستر هشام الكل 1 ساوي. خليك معايا. طبعا ال 11 هنعمل ايه؟ هنعمل ترانسفير، هنرحلها على ال 10 يبقى 10 بلس 10 بلس 70 يبقى 400 بلس 90 بلس 1. تمام؟ كده عندنا كام استراتيجي؟ عندنا 2. الاستراتيجي دي انت هتحبها جدا. هنا نمبر لاين هاب. يعني ايه؟ يعني هنعمل جامب على النمبر لاين. بس في حاجة مهمة الأول. تعالى استنى الأول. بص معايا. تعالى لازم ال 177 نعمل لها ديكومبوزنج الأول. هنجيب الهندردز لوحدها والتنز لوحدها والونز لوحدها. يلا على النمبر لاين. تمام؟ هنبدأ منين؟ من النمبر الجريتر اللي هو ال 314. تمام؟ وهنعمل جامب الأول. يا ترى التنز ولا الونز ولا الهندردز؟ الهندردز. اهو هنعمل جامب 100. مين اللي هيتغير بس؟ الهندردز. 1 بلس 3 4. وصلنا عند فين؟ 400 وكمان جامب. بس المره دي هنعمل جامب مين؟ التنز اللي هي 70. تمام، يبقى 1 بلس 7 اللي هيتغير بس التنز، 1 بلس 7 تبقى 8. وبعدين نعمل جامب ايه؟ باي 1 اللي هي ال 7. تمام، 484 نعمل كاونت 7 افتر ايه؟ افتر 484 يبقى 485. well done يا وسيم. يبقى وصلنا كمان، يبقى عندنا كام استراتيجي كده؟ 3. يبقى لسه كمان واحده، دي السهله بقى جدا اللي احنا كلنا عارفينها، adding with regrouping. يعني هنقول ايه؟ once. ايوه، من كتر ما هي سهله انا مش فاكر. طب بص معايا، هنبدا دايما طيب تعالى ما نفتكرها مع بعض. هبدأ دايما يا وسيم منين؟ من الونز. 4 in ones plus 7 in ones equals ها 11. بس فيها مش هننفع نحط التو ديجيت في الونز، يبقى write 1 and carry up 1. هنوديه فين؟ على التنز. excellent. 1 plus 1 2 plus 7 9 و 3 in hundreds plus 491. ايه رأيك يا وسيم؟ الله، يبقى كده في عندنا 4 different strategies to solve addition problems. تمام؟ تيجي نكمل؟ تعالى نكمل، ولا أصدقائنا يروحوا يكملوا واحنا نروح نكمل غدا؟ ايه رأيك؟ تعالى نكمل غدا. طيب يلا يا أصدقائي، معانا ومعاكم ومع وسيم نكمل السيشن بتاعتنا النهارده lesson number 55، ونتكلم فيها على addition strategies. يا مستر بس ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناة الاسكوله. اوكي، زي ما وسيم قال لنا ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناة الاسكوله كيدز. Solve the following problems using 2 different strategies. يعني هنا بيقول لي use 2 different strategies، يعني كل exercise we need to solve it twice. تمام، ليه؟ لأن احنا we studied many different strategies. تمام، problem first strategy and second strategy. The first problem is 256 plus 436. طيب حد هيقول لي طبعا the first strategy add with regrouping. تمام، 256 plus 436 equals ones with ones and tens with tens and carry up if you find it. 6 in ones plus 6 equals 12. تمام، 2 and carry up 1 because 12 we can write it in ones place. تمام، 1 plus 5 6 6 and 3 9. تمام، خلصنا ال ones. It tends go to hundreds. 2 in hundreds plus 4 in hundreds equals 6. So the sum is 629. تمام، خلاص عملنا plus وتلاقينا 629 by using a regrouping. تمام، طيب another اتعلمنا حاجات كتير. ممكن اقول نستخدم number line hop، ممكن نعمل decomposing. تمام، the first number 256 form it from 200 plus 50. تمام، plus 6 اهو. 6 in 1 its value is 6. 5 in 10 its value is 50. 2 in 100 its value is 200 plus 436. 4 in 100 its value is 400 plus 30 plus 6. تمام، add and usually start from the right. هبدأ as usual زي ما بعمل addition from the right. add ones, tens and hundreds. 6 plus 6 equals 12. خلي بالك 12 تاني we can make decomposing for 12. 2 and 10 يبقى write 2 and carry up 1. تمام، 10 plus 50 plus 30. 10 plus 50 تمام 60. 60 and 30 90. تمام، 200 plus 400 equals 600. اوكي، عملنا النمبر decomposing. يلا نرجعه تاني. 600 means 6 in 100. 90 means 9 in 10s. 2 means 2 in 1s. طبعا the same result, the same sum. طبعا لو طلع لي حاجه مختلفه يبقى في something wrong. تمام، another exercise 255 plus 95. تمام. ها حد يقول لي يا مستر تعالى نستخدم النمبر لاين هاب. تمام ادي النمبر لاين. ها طبعا لازم اروح على السمولست نمبر اعمل له ديكومبوزنج. ها 5 and 90. تمام. We start from A the greater 255. أول jump هعملها بأول هب. تمام التنز اللي هي 90، ولو النمبر ده كان 3 ديجيت يبقى هبدأ بالهندردز، يبقى 250 ها بلس 90. طبعا التشينج هنا هيبقى فين؟ في التنز، يبقى الونز هتبقى 5 9 بلس 5 4، أو هعمل counting by 10 هقول 250 265 275 285 95 405 and so on. 9 plus 5 14 and carry up 1. 1 plus 2 equals 3 345. يبقى احنا كده عملنا jump لمين؟ الونز 5. ها ميكا jump by ايه؟ 5. تمام. ها 345 ها count 5 46 47 48 49 50. So the result is 350. تمام. ممكن بقى استعمل هنا regrouping، اعمل هنا كمان ايه؟ decomposing. ممكن استخدم كمان ال place value blocks. يعني ايه؟ ادي 255 هيبقى عندي هنا ones tens and hundreds. تمام. يلا تعالى كده نعمل representing ل 255. 200 means 2 and hundreds 5 tens 2 3 4 and 5 tens. And how many ones؟ تمام 5 ones 1 2 3 4 5. تمام. طيب ها plus ايه بقى؟ plus 95 95 ها 9 tens 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تمام. and 5 ones 1 2 3 4 5. تمام. يلا how many ones؟ طبعا على طول دايما هبدأ من ones 1 2 3 4 5 دول بتوع الفيرست نمبر 6 7 8 9 10. واحنا اتفقنا if we find 10 ones تمام make them as a package and transfer to a هنلمهم كده مع بعض. دول 10. شكرا. هتروحوا على فين؟ على التنز. هيروحوا ايه؟ هيروحوا 1 and 10s. طب هيبقى لنا ايه في الونز؟ 0. طيب how many 10s؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. 10 tens make them as a package and transfer to hundreds 300s 1 2 3 4 1 2 3 4 5 tens. And how many hundreds now? 3. So the total number is 350. Okay, another exercise. Use one of the previous strategies to show how to find the sum of 324 and 526. خلاص اتفقنا the sum means خلاص plus، واحنا عارفين ان السيشن كلها addition. The sum of 324 and 526. تمام. Estimate to check if the sum is close to 850 or not. طيب تعالى الاول كده التو نمبرز نعمل لهم استيميشن. انا عارف ان 324 لما نعمل استيميت تو ذا نيرست 10 طبعا الفور من السمولست نمبر يبقى وي ديليت او ريبليس 4 باي 0 اند رايت ذا نمبر 420. هلاقيها نيرست تو 420 لان انا عارف 324 هلاقيها بتوين 320 and 330. تمام. طب هي يا ترى nearest ايه؟ ده هي ترجع 4 علشان توصل ل 320، لكن محتاجه تمشي 6 علشان توصل طبعا ل 330. طبعا يبقى 320 nearest. تمام. يبقى 320. طيب تعالوا نشوف 526. 526 تمام انا عارف ان 526 between 520 and 530. طيب هي محتاجه تمشي قد ايه to reach 520؟ محتاجه تمشي 6. طيب هنا لا، هنا 4 بس. طب الاسهل لها تمشي 4 وتوصل ل 530 ولا تمشي 6 وتوصل ل 520؟ لا طبعا 530، يبقى 530. طيب ولما نعمل بلس هيبقى 0 بلس 0 0، 2 بلس 3 5، and 3 بلس 5 8، تبقى 850. طيب تعالى بقى نعمل ايه؟ الاكتوال اديشن. 324 بلس 526. احنا اتعلمنا different strategy. تمام، تعالوا نشتغل المره دي على نشتغل ايه؟ تعالوا نشتغل ال decomposing. يلا بينا. 324 هنعمل لها decomposing 4 and 1s. تمام، يبقى 4 plus 2 and 10s يبقى its value is 20. well done 300. تمام، طيب 526 وانا بعمل لها reading عملت لها decomposing. اسمع كده 526 يبقى 500 plus 20 plus 6 thanks اهو. يلا 4 and 6 تمام equals 10. واحنا اتفقنا ما ينفعش any place كنت انا عندي هنا تمام 10 tens اللي هي 1. في التنز عندي 10 ones، يبقى 1 فين؟ في التنز، وهنا يبقى ايه؟ 0. تمام، يبقى ادي ال 10 راحت لاصدقائها التنز. هي هنا 1s هنا 10 تروح مع التنز. 10 plus 20 بلس 20 يبقى 30 50 يبقى بلس 50 اللي هي بالمناسبة تمام 5 تنس. 300 بلس 500 يبقى 800. خلاص عملنا النمبر دي كومبوزنج. تعال نرجعه تاني. طبعا 0 and 1 يبقى 1s 50. how many and 10s؟ excellent 5 and 10s and 800 يبقى كمان كام؟ 8 and 100s يبقى 850. وتمام وطبعا الاستيميشن بتاعنا تمام nearest to the actual addition. يلا عندنا كمان exercise. solve the addition problems using a strategy that is different for you. estimate to check the answer. هنستخدم any strategy ولكن كمان هنعمل estimation. تعالوا نعمل estimation first ونعمل تمام 170 to the nearest يبقى 170 to the nearest 10. تمام، طيب 269 احنا عارفين to the nearest 10 احنا عارفين ال 9 تمام من ايه؟ من البيج نمبر. تمام، يبقى we add 1 to 6 وال 6 ايه؟ became 7. طب وال 9 هنحط مكانها 0. تمام، وهنا يبقى 7 وال 2 زي ما هي. يلا نعمل بلس 0 بلس 0 0 7 and 7 14 4 and carry up 1 1 plus 1 2 2 and 2 4. يعني الانسر بتاعتي will be nearest to 440. ممكن تبقى 441 442 ممكن تبقى 439. المهم nearest to 440. يلا نشتغل نعمل addition. طيب ايه رايكم نشتغلها؟ ايه رايكم؟ تمام وزر جروبنج بناء على طلب الجماهير. 170 بلس 269 طبعا regrouping 1s with 1s 10s and 10s 0 and 1s بلس 9 طبعا excellent. اتكلمنا عنها في الاديشن فاكس. any number plus 0 is the same number 7 and 6 يبقى count 6 after 7 8 9 10 11 12 13. في عندنا problem 13 2 digit number. قلنا the digit in ones بسيبها والتنز على طول على زمايلها. يبقى 1 and 1 2 2 and 1 4. بص كده 439. يا سلام، لسه كنا بنتكلم فيها في ال 439. احنا قلنا النمبر بتاعنا هيبقى nearest to 440، ما قلناش exactly هيبقى 440، قلنا nearest. يعني ايه؟ يعني 440 plus 1 440 minus 1 440 minus 2 plus 2 but nearest قريبه من 400. يا سلام، اهو طبعا 439 لو انت هتعمل لها استيميت تمام هتلاقيها تمام nearest to 440. يلا كمان عندنا exercise 810 plus 333. يلا 810 ها لو عملنا لها estimation to the nearest tens هلاقيها تاني زي ما هي 810 تمام plus 333 to the nearest 10. فين ال 10؟ يبقى بص على الونز وال 3 من السمول نمبر، يبقى مش هتعمل حاجه، هشيلها واحط مكانها 0 و 3 and 3. طب يلا 0 plus 0 0 1 plus 3 4 8 and 3 9 10 11 1140 nearest to closer to 1140. يعني ممكن تبقى 1141 1142 ممكن تكون 1139 أو 38، لكن المهم nearest to 1140. طب يلا نشتغل الاديشن. ايه رأيكم نعمل decomposing؟ اوكي ها decomposing ولا هنشتغل ها place value blocks؟ يلا place value blocks. انا عندي ايه؟ 0 ones تمام اهو، يعني عندي 0 في الونز ها plus التنز 1 تنز تمام والهندردز 800 تمام. برافو عليكم. طب تعالوا كده نعمل ريدنج 300. يا سلام، يبقى 300 30 يبقى 3 تنز. يا سلام 3 يبقى 3 ones. واتفقنا في الاديشن سواء اشتغلت place value blocks، اشتغلت with regrouping، اشتغلت decomposing، بأي استراتيجي مش هغير اللي اتعلمته. ones with ones، add digits in the same places، 0 and ones plus 3 and ones يبقى تمام 3 تمام ها، يبقى 3 ones plus 1 tens with 3 tens يبقى تمام، يبقى 4 tens تمام ها. 8 plus 3 8 plus 3 11 ايه؟ hundreds تمام. تعالوا بقى نلم النمبر بتاعنا ده. مين في الونز؟ ال 3. مين في التنز؟ ال 4. مين في الهندردز؟ 11 وال1 هنا طبعا هتروح على 1000، يبقى 1143. بص كده ها 1143 تمام nearest to 140 تمام، قريبه من الاستيميشن اللي احنا فكرنا فيه. الاستيميشن يا جماعه بيساعدني علشان اتوقع الانسر واعرف يا ترى اللي انا عملته ده هل صح ولا غلط. انا فهمت كده ان انا صح ليه؟ لان nearest to the estimation انا توقعت ان هو nearest 1140 ممكن بلس 1 بلس 2 بلس 3 ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4 بلس 4 يبقى هي فعلا تمام nearest او closest to 1140. يبقى دي كانت السيشن بتاعتنا النهارده lesson number 55 واللي اتكلمنا فيها على addition strategies. اتعلمنا strategies كتير to add to numbers، اتكلمنا على الplace value plots، اتكلمنا على decomposing، اتكلمنا على كمان ايه ها على adding with a regrouping، اتكلمنا على استراتيجي كتير to add to numbers. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للسيشن دي علشان توصل لكل اصدقائنا، وتابعوا كل حلقاتنا ماس اوف جريد 3 with مستر هشام النجدي على قناتنا الجميله قناه الاسكوله وقناه الاسكوله كيدز. واللي لسه ما عملش سبسكرايب للقناه بتاعتنا يعمل سبسكرايب علشان توصلوا كل فيديوهاتنا اول ما تنزل، وتابعوا كل حلقاتنا على قناتنا الجميله قناه الاسكوله. مستنيينكم في السيشن الجايه ان شاء الله. باي باي.